يجيبوه هو واي حاجه معه. شنو جايبين لك؟ قال اللي معاه يا ريس. وين الفلوس اللي يبيه منك؟ ها؟ الفلوس اللي يبيه منك. الفلوس كان تبي الفلوس. يعني الفلوس مو شاشة البديل جودة ما تقدرش تقاومها. السلام عليكم. وعليكم السلام، تقبل الله يا حاج. منه ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. إي والله. شهر رمضان كل شيء تلقي فيه بنا غير، حتى من الشاهي الله يبارك. هو مش شيء شاهي، شاهي الكبشات هذه توسة حمراء، والوزات بإذن الله نديرهم بتوسة خضراء. شاي الكبشان من أجود أنواع الشاي السريلانكي الممتاز، ويتوفر كشاي طبخ وشاي كيس ذو مذاق وطعم لا يقاومان. ما تحلى اللمة في رمضان إلا بشاي الكبشان. يجيبوه هو واي حاجه معه. شنو جايبين لك؟ قال اللي معاه يا ريس. وين الفلوس اللي يبيه منك؟ ها؟ الفلوس اللي يبيه منك. الفلوس كان تبي الفلوس. يعني الفلوس مو شاشة البديل جودة ما تقدرش تقاومها. عليكم السلام، تقبل الله يا حاج. منه ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. إي والله. شهر رمضان كل شيء تلقي فيه بنا غير، حتى من الشاهي الله يبارك. هو مش شيء شاهي، شاهي الكبشات هذه توسة حمراء، والوزات بإذن الله نديرهم بتوسة خضراء. شاي الكبشان من أجود أنواع الشاي السريلانكي الممتاز، ويتوفر كشاي طبخ وشاي كيس ذو مذاق وطعم لا يقاومان. ما تحلى اللمة في رمضان إلا بشاهي الكبشين. شن هو؟ شن إيه؟ شن قلت أنا؟ نستناك لن تقول، ما واضح على وجهك كل شيء. قولي شن درت هاي؟ إيه فنص فنص، تعال اضربني وخلاص. تو عاجبك اللي يدير في هذا؟ هني طالع بهي وتهني تو تعمر كان خربها مني. يستر الله على باقي هالليل. لما الباقة تفصل انت معاها تفصل. باقات 4G جديدة من LTT بدت من 25 ل 110 جيجا بأسعار تمشي مع المزاج. الحصة الليلية تمددت للظهر وجراند ب 200 جيجا قسمة على المزاج، والجو المليح في 400 جيجا بصلاحية 3 شهور. مع الـ4G المزاج والنت ما يفصلش. مرحبتين يا لطفية، كيف حالك؟ شن أخبارك؟ باهي الحمد لله. عمك ما يبيش يسمع لكلام عمك. إيه تعرفين نقول الكورونا والموت كل يوم في زيادة وتكركر، وهو شيء ما بيش يسمع لكلام. هاي شن بندير فيه هاي؟ إيه بالحق راح قولي لي فيسع فيسع، قولي لي قبل ما يجي. إيه قصدك إن يعني ما نديرش الملح والدباير، ندير هلا صامتة. هو ني حتى ني راهو اليوم على خاطر صايمة ما درتش الملح حلبة ما درتش البهارات. باه شن تاني في ساعة قولي لي. إيه
تضحك. قصدك تدي له السكر. حي عليا وكنت تطرى لحاجة عمك. به ايه خلاص اسمعي بإذن الله أنا توا نمشي ونخش ندير شوية هكي ننقص كل شيء كان في أي حاجة ونزيد عليه المية باش تمشي البنة مرة واحدة. باهبة اسمعي يا حبيبي اسمعي حسة جي توا بعدين نقول لك شنصة. بسلامة يا لطوفة بسلامة. سلمي علي نوري بسلامة. تنسى الزال ونجي. مرحبتين. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. همد قميص القهوة هذه يتفرج على الإنسان همومه وكروبه. هذه رزق ولمت أصحاب. نتكلموا على اليوفي، نتكلموا على البرشا، نتكلموا على سعر الدولار، على بعض المشاكل. تعرفي الواحد لو ما يهدرس في القهوة بيضطربك على روحك. بيضطربك صار هكي توا القهوة هذه اللي انت تقعمز فيها انت وصحابك ورايحة زي حقة السردينة. يا راجل ما تخافش على روحك، ما تخافش عليا. اصحابك هدونا ما عندهمش بوهات، ما عندهمش امهات، ما عندهمش صغار يخافوا عليهم. بسم الله العظيم الاعلام كل يوم يقول الكورونا الكورونا اهتموا الكورونا تقتل. خيرك انت وياهم. خيرك هيك شنو هي ولا تقول الكورونا هذه هي عاد سطين من هنا كحتين من هنا واحد شويه زنجبيل شويه ليم قارص خلط اشرب لا كورونا لا كوكو. ايه طيب حقا انا اليوم دريت لك رشته مقومه باهي. شو رايك باش نجيب لك الغداء؟ اكيد جيعان ولا باهي؟ جعان مصريم بطني تسوسو. حبيبي وتجرح فيك وانا نسامح فيك. تريري حبيبي ما تقول دايل تا انسى الزعل ونجيك يا لله. هاي تفضل يا طيب. جاي الغدي ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما عطلتش عليك يعني. بارك الله فيك يا زاهية. معلش ايدياتك بارك الله فيك. سامحني يا غراني يوم صايمة. معلش ما تبيش تاكلي معي؟ لا معلش صحتين انت. معليش ربي ان شاء الله يتقبل منك. جعان بسم الله الرحمن الرحيم. معليش لا اله الا الله. صامته الماكله صامته؟ لا علاش صامته؟ صامت اللطف شنو صامت علاش صامت انت شرك مثل تشم لا ولا بدوق اليوم باهي. خيرك شنو حكايتك؟ كيف لا نذوق لا نشم اكلت وذوقت لكن مالحة وحلوة فيها زي السكر. شنو شو نقول لك توني؟ أنا هي هذه شوية بس يا أخي بالعكس زي ما قلت لك أنا زدت اليوم. ما يكونش إلا يكون إيش؟ شنو يكون؟ إلا الكوكو. ما إلا كوكو شنو؟ هادو جماعتك بعيد عليا. أنا مش الحشبوي بنمشي غادي لحشبوي. أيوه حول هي علي. وين المطهر يا كبدي؟ هي شنو كورونا؟ امشي عليا ابعد حول. لا 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 يا كبدي هي انا موتيه كل شيء وعارفه من الجماعه اللي تمشي لهم هذا. وشبعت انا. خيرك ركب فيك الخوف. خير ايه خوف كورونا يا بابا كورونا هذه. امشي حول غادي بعيد. سمعتني ولا لا؟ كورونا انت مازال عندك بتقول لي حاجه ولا خلاص؟ نقول لك انا اسكت. انا اللي بنقول لك انا حط الله بيني وبينك فهم ولا؟ وكان اكتب بيني ولا اي حاجه افتح التليفون وكلمني بالكاميرا. ايه ودبر حتى من يطيب لك ويجيب لك يدير لك الشاهي. حط الله بيني وبينك توا يا بابا ينفعوك جماعتك. شو قلت لي كورونا ان شاء الله فيك. الكوكو
الكوكو. الو ايوه اصحابك. لورنج عندي، النتيجة عندي. صكوك وعلى جربة. لمتنا هالليلة مازال متواصلة، جاوبوا واربحوا في مسابقتنا اللي تقول: يا تراب في روحي نغم وتراب، يا حضن فيه اجتمعوا الأحباب، وفيك لمة الأصحاب، وانتي السترة بعد كل حساب، وإن نغلطوا منك يجيل صواب، يا تراب يلي البداية فيك نغم أتراب، ويلي ختامك سلب وبالمعكوس. اختار الإجابة الصحيحة من بين ثلاث خيارات: طرابلس، دمشق، بغداد، واربح شاشة 43 بوصة مقدمة من شركة البديل للأجهزة الإلكترونية. وللمشاركة في المسابقة اترك إجابتك عبر تعليق في البث المباشر لمنوعة اللمة على الفيسبوك، واستنوا الإعلان عن الفائز في نهاية كل حلقة من حلقات اللمة. ألف مبروك للفائز في سؤال الحلقة السابقة، أم الصقور. كبشين مدارين حتى كيسو، الله مدار مبي كبشين. لا واحد تاني يا كبشين، معلش. شاي الكبشين من أجود أنواع الشاي السريلانكي الممتاز، ويتوفر كشاي طبخ وشاي كيس ذو مذاق وطعم لا يقاومان. مع الكبشين مفيش اثنين. شن هو؟ شن ايه؟ شن قلت انا؟ نستناك لن تقول، ما واضح على وجهك كل شيء. قول لي شن درت هاي؟ ايه فنص فنص، تعال اضربني وخلاص. تو عاجبك اللي يدير في هذا؟ هني طالع باهي، وتهني تو تعمر كان اخربها مني. يستر الله على باقي هاليوم. لما الباقة تفصل، انت معاها تفصل. باقات 4G جديدة من LTT دت من 25 ل 110 جيجا بأسعار تمشي مع المزاج. الحصة الليلية تمددت للظهر، وجراند بت 200 جيجا مقسمة على المزاج، والجولة مليح في 400 جيجا بصلاحية 3 شهور. مع الـ 4G المزاج والنت ما يفصلش.